الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة ما عندها فكرة مفهوم بناء دولة مؤسسات، ما عندها فكرة مفهوم بناء علاقات دولية تساعد العراق على النهوض بواقعه الأمني والصحي والخدمي والتربوي والتعليمي والدبلوماسي كذلك، باعتبار انه عنوان حلقتنا تعنى بموضوع السيادة العراقية. الحكومة اتخذت اجراء روتيني هو اصدار بيان ويروج له عبر منصات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي قنوات اعلامية داعمة لخطوات الحكومة الركيكة تجاه تعرض ابنائنا العراقيين الى استباحة دماء واقعية من قبل قوات أو من قبل دول إقليمية ومتقدمة، وهذا الشيء ينذر بخطر كبير. بالمناسبة هو إينافي ما جاء في المادة أولا من الدستور العراقي التي تنص على جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي. هذا المضمون اللي داخل المادة أولا من الدستور العراقي الحكومة الحالية متناسية، والحكومات السابقة والمتعاقبة طبعا بالمناسبة متناسية موضوع ومفردة السيادة العراقية اللي هي من المفترض أن تكون أولى مهام هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد والحكومات القادمة كذلك، لأن موضوع السيادة موضوع مهم جدا يجب على النظام العراقي الحالي المحافظة على سيادة البلاد، المحافظة على ثروات البلاد، المحافظة التامة والأصولية والحقيقية، مو مسألة ترويج داخل مواقع أو منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية، تكون هناك إجراءات رادعة عبر القنوات الدبلوماسية في وزارة الخارجية العراقية. الأمر صراحة مريب وأصبح شبه الممل والمستهلك، يعني مسألة التعرض لأي شيء، مثلا مسألة الدخول التركي للأراضي العراقية ومسألة القصف اللي تتعرض له مقرات قوات مسلحة عراقية باستمرار من قبل هذه الدول. وبالمناسبة لا تقولون الموضوع شبه الدولي أو الإقليمي أو المناطقي، في المنطقة هناك دول تتعرض لمثل هذه الأشياء لكنها وفق سياسات من الممكن تتغاضى عن هيك أشياء، ومن الممكن ترد في وقت مناسب وساعة مناسبة، لأن لها صراحة أبعاد كبيرة وكثيرة. بالمناسبة الموضوع يعني أخذ أكثر من جهة، بالمناسبة يعني الموضوع صار حالة سلبية يحسب على الحكومة العراقية، ومن المفترض تكون إجراءات رادعة وحقيقية وصارمة، لكن بالنسبة إلى من يحاول بطريقة وأخرى أن يستهلك عقول العراقيين أو يروج إلى مسألة أنه الحكومة العراقية اتخذت مثل هذا الإجراء، هذا الإجراء ما يناسب واقع الحدث. هناك انتهاك واضح وحقيقي لسيادة العراق واستباحة لأراضيه ودماء أبنائه. من المفترض على الحكومة العراقية وعبر قنواتها الدبلوماسية في الخارجية العراقية أن تتخذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه مثل هذه التصرفات والخروقات التي تخترق القوانين والأعراف الدولية، وهذا ما تنص عليه المواد والفقرات القانونية في النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي والنظام الداخلي في الأمم المتحدة وكذلك في جامعة الدول العربية. مسألة البيانات أصبحت مستهلكة بل متهالكة، لأنها لا تكون بميزان الحدث اللي جاي يتعرض له العراق وبمختلف قومياته ومذاهبه وأديانه. ومثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام، موضوع التدخل التركي السافر في الأراضي العراقية وكذلك موضوع القصف اللي تتعرض لقوات عراقية نظامية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وفق قوانين موجودة، في غض النظر عن مسمياتهم وتشكيلاتهم، لكن بالمحصل النهائية هؤلاء عراقيين
ودماءهم تهم كل العراقيين، سواء اتفق معهم البعض أم لم يتفق، سواء اتفق مع سياستهم أم لم يتفق. بالمحصلة النهائية هذه دماء عراقية، ومن المفترض أن تحافظ عليها الحكومة العراقية ودولتها ومؤسساتها وقنواتها الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية عبر اتخاذ قرار حازم وصارم يحس من خلال الشعب العراقي انه هناك حكومة حريصة على الواقع العراقي وحريصة على طوائف العراقيين واديانهم ورمزيتهم وقومياتهم ودماء ابنائهم.